كان النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس مع الصحابة، فقص عليهم، وهذه في صحيح البخاري، قصة رجل ركب على بقرة. لما ركب هذا الرجل التفتت إليه، من الذي التفت؟ البقرة إلى الرجل. البقرة، ما هو البقرة؟ البقرة يا شيخ أبو حمد بالقاف، البقرة نعم، ما هو بالقاف. المهم التفتت البقرة إلى هذا الرجل، لا إله إلا الله، فقالت: ما خلقنا لهذا. سبحان الله، ما خلقنا لهذا، اللي هو إيش؟ للركوب. اللي هو الركوب. نعم. فتعجب الناس، سبحان الله، يعني تعجب الحضور. من أي شيء تعجبوا؟ بقرة، من كلام البقرة، من كلام نعم البقرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد، ما أجمل الإيمان به والتصديق. الحمد لله. ولهذا دائما إذا جاءك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وصح هذا الحديث، لعد تطرحه على العقل، لعد تفكر فيه. عليك أن تذعن وتستسلم وتقبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أؤمن بهذا. ثم قال: وأبو بكر يؤمن بهذا، وعمر يؤمن بهذا. يقول الراوي: ولم يكونا حاضرين. الله أكبر. من هم الذين لم يحضروا؟ متابعين، أبو بكر وعمر. فلهذا زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان، وأقر بشهادتهم ولو لم يسمع. هذا الحديث استنبط منه العلماء فوائد كثيرة، وابن القيم رحمه الله استنبط فائدة عظيمة جدا. تسمعني ابو محمد؟ الله يجعلك. لا شيخ مركز وياك. انا ابن القيم استنبط فائدة عظيمة، قال: العجب ان هذه البقرة وسائر الحيوانات خلقت، فهمتم الصور؟ خلقت لهدف معين، يعني لها هدف في هذه الحياة. هدف البقرة مثل ما قال ابو صالح، انها تحرث وحليب وتتناسل للحمها و... فيقول ابن القيم: الله أكبر، هذه البقرة فهمت ما خلقت له. يقول فهمت ما هي فهمت ما خلقت له، وأنكرت العمل الذي لم تخلق له. الله أكبر، سبحان الله، سبحان. تصورتم الآن؟ سبحان الله. أنكرت لما ركبت، قالت: ما خلقنا لهذا. يعني انزل واستخدمني فيما خلقت له. يقول ابن القيم رحمه الله: والعجب أن كثيرا من الناس اللي هم بني آدم لم يفهم ما الغاية من خلقه، يعني الغاية من وجودك في الحياة الدنيا تحقيق إيش؟ تحقيق العبودية لمن؟ نعم، لله سبحانه. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.